مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر هنا من مدينة أكادير، وفي رصد آخر لبعض الظواهر المشينة التي تشوه سمعة المدينة وجماليتها وتلطخ جمالية المدينة. كما كتشوفوا هذه إحدى الطرقات التي بطبيعة الحال تحولت بين عشية وضحاها لمطرح عشوائي الأزبال. كما كتشوفوا كانت إلى وقت قريب يعني كيمر منها المارة، إلا أن بعض يعني الناس الغير المسؤولين وبعض من لا تهمهم المدينة حولوها إلى مطرح عشوائي للأزبال، حتى أصبحت الروائح الكريهة تغزو المكان. وأيضا كما كتشوفوا معنا صراحة هذا الوضع مشين جدا إخواني الكرام. هانتوما كما كتشوفوا طريق على طول هذا الطريق المتواجدة بالقرب من بعض المجمعات السكنية تحولت إلى مطرح عشوائي للأزبال، كما تشاهدون إخواني الكرام في ضرب صارخ لنظافة المدينة التي أصبحت في مهب من الريح. أنتم كما تشوفوا فمن المسؤول عن هذا الوضع الذي أصبحنا نراه بين الفينة والأخرى في مجموعة من المناطق. هذه الطريق تربط بين منطقة الهودة ومنطقة تسيلة كما كتشوفوا، فقط أردنا أن نطرح يعني هذا الإشكال حتى تصل هذه الرسالة لكل من يهمهم الأمر، مع أسفنا الشديد عن هذه المناظر المقرفة والبشعة. كما كتشوفوا أنتم يعني طريق، شوفوا كي ولات كيرجعوها الناس مع الأسف. صراحة هاد المناظر وهاد الأوضاع كثيرا ما ننبهنا إليها وكثيرا ما رصدناها هنا بمدينة أكادير وفي مجموعة من المناطق. النفوذ الترابي لمدينة أكادير وأكادير الكبير، صراحة بعض الناس يعني ما عندهمش يعني الوعي بتاتا، يعني كنشوفوا هاد الأمور مع الأسف الشديد. يعني الوضع صراحة أصبح لا يبشر بالخير في هاد المدينة مع الأسف. أنتم كما كتشوفوا إخواني الكرام مطرح عشوائي، من المسؤول عن هذا الوضع؟ هذا ما صراحة نتساءل عنه نحن وإياكم. انتما كما كتشوفوا الناس يعني كيدوزو وسط هاد الزبال، يعني كما شفتوا مجموعة من الناس اللي كيمروا من وسط هاد الأزبال ومن هاد المطرح العشوائي الذي أصبح وسط هاد الطريق كما كتشوفوا إخواني الكرام. أكيد أخي الكريم بطبيعة الحال المواطن له دور كبير في هذا الوضع اللي صبحت عليه مدينة أكادير. هانتوما كما كتشوفوا شوفوا يعني المنظر كي ولا، صراحة هذا الشيء مؤسف جدا ما أصبحنا نراه يعني في مناطق عديدة من مدينة أكادير. وهذه الطريق يعني ولات يعني على هاد الحال بعدما يعني ايضا اصابها الاهمال، ولو تحرك يعني الناس انهم باش ينظفوا هاد المكان وضع يعني علامات تشويريه وزجر كل المخالفين وكل الذين يرمون يعني هاد الازبال وهاد المخلفات هذا الطريق لما أصبحت على هذا المنوال. إخواني الكرام نتمنى أيضا من المواطنين أن يتحلوا بنوع من المسؤولية، نوع من الوعي، نوع من الرقي في التصرفات ديالهم، لأن يعني نحن في سنة 2020 فكفانا من مثل هكذا تصرفات، كفانا من مثل هذه المناظر التي صراحة تشوه جمالية المدينة وتسيء أيضا لمدينة أكادير كمدينة سياحية، كمدينة من بين الأقطاب الاقتصادية والسياحية
معروفة على الصعيد الوطني، ومدينة أكادير صراحة يعني تراجعت بشكل رهيب في السنوات الأخيرة بسبب هذه التصرفات، وبسبب أيضا الإهمال الذي أصاب مجموعة من المناطق فيها صراحة يعني أوساخ وأزبال وتراكمات في كل مكان، أينما وليت وجهك فهناك أزبال. فهذه المدينة مع الأسف الشديد كنت أتمنى أن مثل هذا الوضع يتم وضع حد له صراحة، لأننا سئمنا من هذه المناظر المقرفة، سئمنا من هذه الأوساخ في كل مكان. أنتم يعني وسط الطريق يعني أصبحت زبالة وأزبال ومزبلة عشوائية صراحة. الصور غنية عن كل تعليق إخواني الكرام، مع الأسف الشديد دائما أنتم كما كتشوفوا هذا الوضع لا يبشر بتاتا بالخير، لأننا يعني ولينا في هذا الوضع كما كتشوفوا معنا لا يا اخي الكريم، هذه المنطقه ما فيها حتى شي طارو ديال الزبل مع الاسف الشديد، يعني ما كاين حتى شي طارو. هنا انتم كما كتشوفوا الامور يعني كلها اصبحت اوساخ في اوساخ وازبال في ازبال. انتم صراحه هذا الطريق تحولت لمطرح عشوائي كما كتشوفوا، وتسدت كاملة بالأزبال مع الأسف الشديد. شوفوا كي ولات، المواطن له نصيب كبير من هذه المسؤولية، لأنه هو المسؤول الأول والأخير عن يعني هذه التراكمات وهذه الأزبال اللي يتم يعني طرحها بشكل عشوائي في هذه المنطقة كما كتشوفوا إخواني الكرام. صراحة أيضا يعني كنشوفوا بعض المناطق يعني تنعدم فيها حاويات النفايات، خاصة يعني الحاويات الكبيرة ديال النفايات والقمامات اللي ممكن أن يعني الساكنة أيضا ديال يعني هاد الإقامات السكنية اللي كتشوفوا أمامنا لربما منهم يعني من يرمي الأزبال دياله هنا، بالتالي ربما انعدام حاوية الأزبال هي التي أدت لهذا الوضع. أنتم يعني بالمقربة من يعني فاش تسدت الطريق بالأزبال يعني مجموعة من الناس يعني ولاو كيمروا من طريق أخرى اللي كتواجد يعني أسفل هذا الطريق. أنتم إخواني الكرام صراحة وضع مشمئز جدا ومقرف. شوفوا كي ولات الطريق يعني أغلقت تماما بهذا الأزبال مع الأسف الشديد، وهذا نداء المسؤولين من أجل أن يتم ولو يعني بشكل دوري تنظيم واحد حملة نظافة هنا باش يتم تنظيف هذا المكان وتنظيف يعني هذا المطرح العشوائي اللي عرفنا بأن المواطنين هم المسؤولين عن هذا الوضع، والساكنة ديال المدينة كتحمل جزء كبير من المسؤولية، إلا أن أيضا حتى المسؤولين عن الجماعات المحلية خاصة أن هذه المنطقة تبع النفوذ الترابي لجماعات الدشيرة باش أنها يتم تنظيف ديال هذا المكان يعود إلى سالف عهده ويحافظ على الرونق دياله والجمالية ديال المدينة، مسؤوليتنا جميعا. فنحن نرصد بعض الاختلالات، بعض الظواهر المشينة، بعض الأشياء، وننبه لها المسؤولين حتى يتم التحرك من أجل وضع حد لمثل هذه التصرفات. وأيضا المواطنين عليهم أن يتحلوا بنوع من الضمير، نوع من الأخلاق، نوع من التربية على النظافة، لأن لا يمكن بتاتا أخي واش يعني تقدر أنك ترمي هذه الأزبال
وسط يعني المنزل ديالك أو أمام المنزل ديالك، فكيف يعقل أن يتم رميها وسط طريق؟ فإماطة الأذى عن الطريق صدقة، كما جاء في الحديث النبوي الشريف. فكنتمنى أن هذه الرسالة توصل لكل الضمائر الحية، توصل لجميع الناس المعنية بالأمر. أنتم صراحة وضعية مقرفة جدا، وكنتمنى من الله تعالى وبركته أن نضع حد لمثل هذه التصرفات، لمثل هذه الأمور التي صراحة كتضر في الخاطر يعني، وما كان قدروش أننا ندوزو دون الإشارة والتنبيه لها مع الأسف الشديد. نتأسف إخواني الكرام ومشاهدي قناة شوف تيفي عن هذه المناظر وعن هذه المشاهد المقرفة، إلا أن غيرتنا على هذه المدينة، و بطبيعة الحال حبنا للمدينة وأيضا للصالح العام ومن أجل غد أفضل يقتضي التنبيه لمثل هذه التصرفات وهذه الأشياء التي نراها بشكل يومي، ونحاول دائما التنبيه لها حتى يتم وضع حد لها إن شاء الله عما قريب. أنتم كما تشوفوا إخواني الكرام، ربما المنظر أبلغ من كل تعليق. ثم بالقرب يعني من بعض المجمعات السكنية، تتواجد هذه الكارثة البيئية. نتمنى من جميع الناس أنهم يعيدوا النظر في مثل هذه التصرفات وفي مثل هذه الأمور. فريد الرحالي يقول شومان شوفوا بحال هذه المناظر في 2020. انتما كتشوفوا يعني مجموعة من الناس اللي يعني كيدوزوا هنا في هذه المنطقة، صراحة وضع صعب جدا إخواني الكرام. كنتمنى من الجميع أنه يزيد يعني في الوعي ديالو، إن شاء الله نشوفوا هاد الشارع أنه يتنقى، وأيضا نشوفوا هاد المكان يعني يتحول المكان أكثر رونقا وأكثر جمالية من هذا الوضع اللي ولينا كنشوفوه الآن. صراحة كنتمنى من المواطن أيضا أنه يوعى أكثر ويضع حد لمثل هذه التصرفات ومثل هذه الأمور اللي كتخدش سمعة المدينة. إخواني الكرام، على أمل اللقي بكم في فرصة قادمة وفي موضوع آخر ولايف آخر بإذن الله تعالى وبركته. لم يتبقى لنا سوى أن نقول لكم إلى اللقاء، على أمل إن شاء الله أن نضع حد لمثل هذه التصرفات، لمثل هذه المناظر المقرفة. شكرا على اهتمامكم، شكرا على تفاعلكم، وكنتمنى من المواطنين أنهم يتحلوا بنوع من الوعي، نوع من التربية على المواطنة، لأنها أساس ولا بناء أساسية من أجل رقي الشعوب. انتم كما تشوفوا طبيعي أيمن أودينا من الجزائر، تحياتي لك أخي الكريم. انتم كما تشوفوا إخواني الكرام، شوفوا كيف ولا هذا الشارع. ناعمة عبدو أزيم كتقول المواطن مسؤول عن هذا، إلى جانب مسير المدينة والسير على تدبير شؤونها. أين هي حاوية الأزبال؟ أين هي المراقبة؟ أين دور جمعيات المجتمع المدني القيام بحملات التوعية والتحسيس؟ أين رفعوا شعارات الحفاظ عن البيئة؟ نحن أصبحنا نألف هذا الوضع المشين والمقرف، ونتعايش مع كل الأزمات
عن مضاد كل من مواقع. اكيد اختي ناعمه، كنتمنى ان الكل يتحمل المسؤوليه ديالو ازاء هذا الوضع. نحن دورنا كنقوم به هو التنبيه والابلاغ من اجل رد الاعتبار يعني لهذه الوضعيه المقرفه وننبه لها، فلا يعقل ان تتحول يعني طريق عموميه الى مطرح عشوائي للازبال، وتتحول يعني طرقات المدينه لمثل هذه المشاهد وهذه المناظر الغير المألوفه بتاتا هنا في مدينه اكادير في ربوع المدينه. على امل اللقيا بكم في فرصه قادمه بحول الله تعالى وبركاته. كنتمنى من الجميع انه يعيد النظر في مثل هذه التصرفات. انتم يعني الناس يعني كيمروا من وسط هذه الازبال، مع الاسف الشديد صراحة وضعية مؤسفة جدا لما آلت إليه مدينة أكادير على جميع الأصعدة والمناحي. صراحة هذه المشاهد لا تشرف بتاتا مدينة من حجم مدينة أكادير، ونحن في سنة 2020 ولا زلنا نرى مثل هكذا مناظر في مناطق عديدة من المدينة. نتأسف كثيرا ونأمل أن يكون الغد أفضل إن شاء الله. مع تحياتي لكم إخواني الكرام، وكنتمنى من الله أن يرفع عنا هذا البلاء وهذا الداء عما قريب، وإلى اللقاء في فرصة قادمة بحول الله تعالى وبركاته.